والموضوعي التجاري، وانا مضمون ليك يا الظهير، وانت قلت ان هي ليس لها شان في عمل تجاري، ده حقيقي فعلا. ولكن هنا في جزئيتين مهمين جدا نتكلم فيهم. الجزئيه الاولى اللي هي توعيه الساده المحامين بان ده حق ليهم. وفقا لقانون المحاماه اللي هو دستورنا جميعا. الجزء الثاني والاهم تضيعه اعلام الساده المحامين بان ده ماله اللي على اساسه بيقوم كل عمل ونشاط نقابي. وبالتالي ناحيه اللامبالاه اللي احنا ملاحظينها على مستوى العمل النقابي او العمل النقابي غير الرسمي، انا برضه لازم هنا يعني اتعرض لجزئيه فيما يتعلق ب ان احنا برضه نجلد ذاتنا فيما يتعلق بالعمل النقابي. لو احنا ما توحدناش فيما سبق باختلاف المقارب، ازعم ان احنا نتوحد في هذه الجزئيه. لان اموالنا لو شان عام على مستوى عمل نقابي محترم هي الاولى بالرعايه. وانا ازعم ان حتى اعضاء مجلس النقابه لا يزعمون ذلك. لان الخوف على المال العام هو اساس اي تطوير واي نهضه. الجزئيه الاهم بقى حتى لو اطيل على الساده الحضور، يجب ان ننحي كل ما يتعلق بينا من مشاكل صراعات وتشرذم وزعامات وتكتلات وغيره وغيره الى اخره. ونتوحد في هذه الجزئيه على الاقل يبقى احنا جزء من الدفع للعمل النقابي المؤسسي اللي احنا نتبعه جميعا، وحتى وصولا لان يصل المال للمستحقين سواء كانوا ارامل او مستحق المعاشات او على الاقل المحامي اللي هو عايش، يعني مش لازم يكون ميت عشان يستفيد يعني. ويصب بذلك وفقا للماده 121 اللي هي قامت على اساس قانون النقابات المهنيه بما فيها النقابات المهنيه. الخمس اهداف للاسف الشديد مشكلتنا ما حدش بيقرا يا استاذ ابراهيم. والمبادئ اللي قامت عليها نقابه المحامين العظيمه دي اهمها تطوير شان المحامي وعمله. لان احنا في الاخر نقابه مهنيه. اهم هدف فيها جنب تطوير الحصر وغيره وغيره وشغل كل مشاكل كده، ولكن اهم حاجه هو تطوير عمل المحامي اللي هو قامت على اساسه نقابه المحامين. انا مش هطير عليكم، انا بشيل هذه الحمله بموضوعيه شديده وبنضم ليها في اطار من مؤسسيه نقابه المحامين، وان يصل المال الى المحامي. بس مين هو المحامي الممتهن فعلا اللي هو يحظى بالرعايه او اولى بالرعايه؟ اسف جدا الاطاله وشكرا جدا.